بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم متابعيني ومتابعاتي. أعتذر عن الانقطاع الطويل نوعا ما. تعرفوا جات الإجازة وكل واحد انشغل، وبعدين رجعنا للدوامات وكذا، وكمان كان عندي شوية طلبيات حاولت أخلصهم يعني علشان أرجع مرة تانية لكم نبدأ درس جديد. كانت واحدة من المتابعات طالبة إن نعمل شنطة هالو كيتي، وأرسلت لي صورتها، وكان حجم الشنطة كبير شوية، وبحثت صراحة في الإنترنت عن باترون لها أو طريقة عملها وما لقيت. لقيت طريقة مشابهة لها، شنطة صغيرة وشكلها ظريف وحلو وتنفع للبنات الصغار، فحاولت أعمل. هي المفروض أن أعمل طبقتين، فعملت طبقة واحدة، ودحين راح أعمل معكم الطبقة الثانية. كده المفروض راح يكون حجمها يعني زي ما انتم شايفين تقريبا شبر، تقريبا شبر الشنطة طولها. وراح نستخدم الخيط الأبيض والخيط الوردي، وحنستخدم لون أصفر كمان وأسود. الخيوط اللي أنا حستخدمها اليوم صوف مش قطن. يفضل انك انت تستخدم خيط عريض، لان الشنطة كل ما كان الخيط عريض راح تكبر معاك، وكل ما كان الخيط نحيف راح تصغر حجمها، يصغر حجمها. فانا استخدمت الاصواف اللي خيطها عريض، هذا اللون الابيض وده اللون الوردي وده اللون الاسود. طبعا حاولوا انكم انتوا تستخدموا خيوط نفس الحجم علشان تقدروا تستخدموا الإبرة نفس الحجم وما تختلف عليكم المقاسات. راح استخدم إبرة مقاسة 5.5 أو 4.5، كلها تنفع، بس 5.5 حتعطي كده الحجم، 4.5 ممكن حيطلع أصغر شوية من ده الحجم. راح نحتاج كمان، أنا استخدمت اللون الأصفر ده للعين، قصدي للأنف. شوفوا نحيف شوية، ما هو نفس الخيط الأبيض، علشان أنا حابة أن يكون الأنف صغير نوعا ما. وللعين اللون الأسود صوف، الصوف هذا عادي يكون حجمه كبير زي بقية الألوان الثانية. فراح نبدأ باللون الأبيض. نعمل عقدة البداية ونبدأ. نعمل 9 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. راح نبدأ. أقول لكم حاجة أول شيء قبل ما نبدأ، راح يكون عملنا بناء على هذه سلسلة البداية، راح نشتغل حوالين السلسلة بسطور متواصلة، يعني راح تكون البداية في المنتصف، وراح نعمل السطور تكون متواصلة من غير ما نغلقها بمنزلقة في نهاية السطر. طبعا هذا الشيء راح يلخبطنا شوية لأنه ما في نهاية للسطر، لكن راح نستخدم مشبك أو الماركة أو العلامة اللي راح نحطها في بداية السطر أو نهاية السطر علشان نعرف إحنا فين راح نوقف. فراح نبدأ نعمل دحين. عملنا 9 سلاسل، راح نبدأ الصف الأول. نعمل 1 حشو في الغرزة اللي بعد اللي هذه الغرزة اللي في السنارة، راح نعمل غرزة حشو في الغرزة اللي بعدها هنا. في 7 سلاسل نعمل غرزة حشو، هذه 1 2 3 4 5
ستة سبعة يبقى له هنا آخر سلسلة رح نعمل فيها ثلاثة حشو في واحدة سلسلة. نشتغل ثلاثة حشو، واحد اثنين، ناخذ هذا الخيط اللي ورا ونشتغله ونخفيه أثناء العمل. ثلاثة، ونشتغل في السلسلة في الناحية المقابلة لها من الجهة الثانية. نعمل ستة حشو في الناحية المقابلة في كل غرزة من غرز الناحية الأولى اللي عملناها نفسها. ندخل هنا، طبعا هذا الخط زي ما قلت لكم نخبيه واحنا بنشتغل. دي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. بقي لنا آخر غرزة رح نعمل نفس ما عملنا في الناحية الكورنر اللي هنا عملنا فيه ثلاثة حشو، رح نعمل الغرزة الأخيرة برضو ثلاثة حشو اللي هي هنا. واحد، اثنين، ثلاثة. في العادة زي كده لما نخلص السطر إيش نعمل؟ نقفل بمنزلقة في أول غرزة، لكن إحنا هنا زي ما قلت لكم ما نبي نقفل السطر، فراح نحط علامة في السطر الجديد. راح نبدأ الصف الثاني، نعمل أول شيء هنا أول غرزة اللي هي في بداية ده السطر، راح ندخل فيها ونعمل بدل منزلقة عشان نقفل السطر، راح نعمل فوقها اثنين حشو. واحد، اثنين، وهنا حنحط العلامة في الحشو الأول. عملنا دحين اثنين حشو هنا، هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الأولى، فراح نحط العلامة في الأولى عشان نعرف إن إحنا هنا بدينا السطر، لأن غرزة الحشو قصيرة ما تبين لك فين بداية السطر. فإذا حطيت العلامة خلاص تعرفي إنك أنت هنا بدأتي. شايفين هنا إحنا بدأنا، لو ما حطينا العلامة فما راح نعرف إحنا فين بدينا من غير ما نحط العلامة هذه. فبدينا السطر باثنين غرزة حشو في أول غرزة، وبعدين ننتقل للغرزة اللي بعدها نعمل حشو واحد في السبعة الغرز الجاية. نبدأ من اللي بعدها نحسب، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. الغرزة اللي بعد الغرزة السابعة هنا راح نعمل اثنين حشو، واحد، اثنين،
الغرزة اللي بعدها كمان نعمل 2 حشو، هذه 1 هذه 2. راح ننتقل للجهة المقابلة وراح نعمل حشو 1 في 8 غرز القادمة، 1 2 3 4 5 6 7 8. آخر غرزة راح نعمل فيها، راح نعمل زي ما قلت في الغرزة الأخيرة هنا راح نعمل 3 غرز حشو، مو 4، 3 غرز حشو. وننتقل إلى الغرزة اللي بعدها اللي هي بداية السطر، أنا شلت العلامة علشان نبدأ سطر جديد، وراح أرجع العلامة بعد ما أحط الغرزة الأولى. فنبدأ السطر الجديد، نعمل غرزة حشو 1 في الغرزة الأولى ونحط العلامة، عشان نعرف من بدينا السطر. نعمل 9 غرز حشو، اللي هي أول واحدة دي أريد عملناها، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعدها نعمل 2 حشو 3 مرات، يعني الغرزة الأولى نعمل 2 حشو، الغرزة الثانية نعمل 2 حشو، الغرزة الثالثة نعمل 2 حشو، يعني 3 مرات نعمل العملية هذه. نبدأ الغرزة الأولى، 2 حشو، الغرزة الثانية 2 حشو، الغرزة الثالثة 2 حشو. راح ننتقل الآن إلى الناحية المقابلة ونعمل حشو في 9 الغرز القادمة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الغرزة التاسعة بعدها راح يتبقى لنا 3 غرز هنا، راح نعمل فيهم 3 الغرز الجاية 2 حشو في كل واحدة، زي ما عملنا في اليمين هنا اللي هي في 3 غرز عملنا 2 حشو. الغرزة اللي بعدها راح ندخل فيها ونعمل 2 حشو، اللي بعدها نفس الشيء 2 حشو، وآخر واحدة 2 حشو في نفس المكان. طيب الحين وصلنا عند أول السطر أو نهاية السطر، راح نشيل المشبك ونبدأ الصف الرابع. لا ننسى نرجع عن المشبك مرة ثانية عشان ما نضيع بداية السطر. راح نعمل حشو في الغرزة الأولى، نرجع العلامة، هذه أول واحدة، وراح نشتغل 10 غرز حشو. الأولى هذه اللي اشتغلتها أول واحدة، هذه 2 نجي للغرز اللي بعدها، نعود 5 غرز، 1 2 3 4 5. في كل هذه الخمسة الغرز راح نعمل 2 حشو،
ندخل في الأولى ونبدأ نعد. الغرزة الأولى 2 حشو، الغرزة الثانية 2 حشو، الغرزة الثالثة 2 حشو، الرابعة 2 حشو، الخامسة هنا 2 حشو. ننتقل الناحية المقابلة هنا وراح نعمل حشو في 11 الغرزة القادمة. 1 2 يبقى لنا 1 2 3 4، يبقى لنا 4 غرز راح نعمل فيهم 2 حشو في كل غرزة. المتبقيات لنا 1 2 في الغرزة الأولى، 1 2 في الغرزة الثانية، 1 2 حشو في الغرزة الثالثة، آخر واحدة الرابعة 2 حشو. وصلنا نهاية السطر الرابع، راح نشيل العلامة وندخل في الغرزة اللي بعدها ونعمل غرزة حشو واحدة ونرجع العلامة مرة ثانية اللي هي بداية السطر الخامس. السطر الخامس والسادس راح يكونوا غرز حشو عادية واحدة من غير أي زيادة أو أي نقصان، داير مدار العمل. راح أعمل السطر الخامس والسادس بنفس الطريقة، واحدة غرزة حشو داير مدار الشغل ونرجع مرة تانية للسطر السابع. طيب خلصت أنا السطر الخامس والسادس، زي ما قلت لكم عملت 1 حشو في كل الغرز داير مدار العمل، وصلت آخر السطر السادس هنا. آخر غرزة هنا عملناها، آخر غرزة حشو في السطر السادس راح نضيف عليها غرزة حشو كمان أخيرة علشان راح نحتاجها في السطر اللي بعده. يعني آخر غرزة في السطر السادس راح تكون 2 حشو فقط. بعدين نشيل العلامة، نبدأ السطر السابع. أول غرزة نعملها حشو ونرجع العلامة، نبدأ السطر السابع 11 غرزة حشو في الغرز الجاية. هذه الغرزة الأولى 1 2 11. الغرز اللي جاية راح نعمل 2 حشو في غرزة واحدة، بعدين حشو واحدة في الغرزة اللي بعدها، بعدين حشو واحدة في الغرزة اللي بعدها، ونكرر دي العملية 3 مرات. يعني كل مجموعة راح تكون 2 حشو في غرزة واحدة، حشو في الغرزة اللي بعدها، حشو في الغرزة اللي بعدها، ونرجع نعيدها 3 مرات. نبدأ بالمجموعة الأولى، راح نعمل 2 حشو في غرزة واحدة، بعدين حشو واحدة في الغرزة اللي بعدها، حشو واحدة في الغرزة اللي بعدها، دي المجموعة الأولى. نرجع نكررها مرة تانية، 2 حشو في الغرزة اللي بعدها، 1 حشو في الغرزة اللي بعدها، 1 حشو في الغرزة اللي بعدها، دي الغرزة المجموعة الثانية. بعدين 2 حشو في الغرزة اللي بعدها، 1 حشو في الغرزة اللي بعدها، 1 حشو
في الغرزة اللي بعدها. كده انتهينا من عمل الثلاث المجموعات. ننتقل إلى الناحية المقابلة ونعمل 11 غرزة حشو. 1 11. راح نكمل اللي عملناه من المجموعات اللي هنا نفسها في الناحية الثانية، فنرجع نعمل 2 حشو في الغرزة الأولى، 1 حشو في الغرزة اللي بعدها، 1 حشو في الغرزة اللي بعدها. دي المجموعة الأولى، بعدين 2 حشو في الغرزة اللي بعدها، 1 حشو في الغرزة اللي بعدها، 1 حشو في الغرزة اللي بعدها. المجموعة الثانية يبقى المجموعة الأخيرة 2 حشو في الغرزة اللي بعدها، 1 حشو في الغرزة اللي بعدها، 1 حشو في الغرزة الأخيرة. وبكده نكون انتهينا من المجموعة الأخيرة وخلصنا السطر. علشان كده قلت لكم نضيف غرزة زيادة في آخر السطر اللي قبله علشان المجموعات تكون متساوية من الناحيتين. نرجع نشيل العلامة، نبدأ الصف الثامن، نعمل حشو أول غرزة هنا، نرجع الماركر مكانه، نبدأ الصف الثامن، نعمل 10 غرز حشو. هذه الأولى، ثانية، ثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة. نبدأ نعمل مجموعة زي السطر اللي قبله، نعمل 2 حشو في الغرزة الأولى، وحشو في الغرزة الثانية،